آخر أيام حظر التجوال للأسبوع الأول، بدت شوارع العاصمة شبه خالية من المواطنين في أغلب المناطق، إلا أن الأمر اختلف في مناطق أخرى تعد عصب بغداد التجاري، حيث يزاول الكسبة أعمالهم اليومية رغم الإجراءات المشددة بحق المخالفين. بعضهم لديه وجهة نظر ثابتة تقلل من مخاطر الفيروس، ما أوقعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفتهم إجراءات خلية الأزمة وضوابط الحظر. باعي وكو كورونا، العالم نص ملتزمة نص ما ملتزمة، وثاني شيء الحكومة ما لها مصداقية، هاي مصداقية ماكو، الدول الأوروبية كلها صحيحة، كورونا موجودة كل المكانات، بس اكو عالم تلتزم اكو عالم ما تلتزم، وهذا الشيء راجع للعالم، ولا تنسين عالم كلها على باب الله، كلها كسبة، هاي 3 أيام تأثر عليهم. والله أنا والدي توفى بالكورونا، أيوة شلون ما يصدقون؟ هاي العالم دي تموت والإصابات بالمستشفى، ليش ما دي يصدقون؟ شلون اللي نجيبهم طبهم بالمستشفى حتى يصدقون؟ العاملون في سوق الشورجة يجلسون على أعتاب الطريق بملامح رسمت الحزن واليأس نتيجة الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشونه، فأغلبهم لا يملكون خيارات أخرى غير محالهم التي أغلقت مع فرض حظر التجوال، متسائلين عن جدوى الحظر الصحي في أيام معدودات فقط من كل أسبوع. الحظر واجب وهذا من صالح المواطن، بس الطرف الثاني خلينا نقول الدولة غير يوفر للعوائل الغذائية أجارات. هسه أني إيرادي بالشهر فوق 1,000,000 إيجار المحل وإيجار البيت، زائدا المولد الكهرباء، أمين النوبة طامة كبرى النوبة الكهرباء ماكو، 100,000 أني أدفع مال بالشهر لأبو المولد. باقي الايام يعني الثلاث ايام اللي راح تجي ماكو كورونا، بس هاي الثلاث ايام ماكو كورونا مع كل الاسف. العالم ترى عايش على الاندوم يا مسؤول، اسمع العالم ماتت من الجوع وعيب عليكم، مع كل الاسف خافضه منكم، كم واحد راح ينتخبكم؟ اكو عالم ترى فقره، وهالمره ما حد يوصلكم ولا واحد راح ينتخبكم. أكبر أسواق بغداد التجارية والتي تعج بآلاف المتسوقين يومياً، سوق الشورجة، بدأ خالياً من رواده مع فرض حظر التجوال، ولا يسمع فيه سوى شكوى الكسبة والكادحين الذين يبحثون عن بدائل لتعويض خسائرهم المادية. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.